الرحيم. لك الحمد ربنا على كل حال، الصلاة والسلام على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى الصحب والآل، وارض اللهم عمن سار على نهجهم واتبع هداهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم يا رب العرش العظيم. قال مولانا سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال في موضع آخر سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال في موضع ثالث: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. التزكية في الموضع الأول مختلفة عن التزكية في الموضعين الآخرين. فلا تزكوا أنفسكم في الموضع الأول، وهو الذي أريد الحديث عنه في مجلس هذا بعون الله، بمعنى لا تمدحوا أنفسكم وتظهروها خيرا من غيركم. فلا ينبغي للإنسان المسلم أن يمدح نفسه ليظهر أنها خير من غيرها وأصلح وأتقى وأحسن. فهنا جاء النهي بهذا المعنى، وإنما تواضع لله تعالى. بينما في المواضع الأخرى قد أفلح من زكاها، فالتزكية في ذلك الموضع بمعنى طهرها وأزال ما فيها من أخلاق وصفات مذمومة قبيحة، وكذا قوله تعالى: قد أفلح من تزكى. فالتزكية هنا بمعنى التطهير، أما في الموضع الأول فهي بمعنى مدح النفس. مدح النفس يا أيها الأحبة بلاء قد يقع فيه أي إنسان، وهو إذا وصل إليه، إذا دخل هذا البلاء في الإنسان، يتطور معه ويتدرج مراحل متعددة حتى يودي به في مهاوي الردى فيهلكه تماما. ما جرى لإبليس هو هذا الشأن الذي نتكلم عنه. ظن نفسه خيرا من غيره، ثم زكى نفسه فقال: أنا خير منه. فجاءه العقاب والعذاب الإلهي بالطرد من رحمة الله عز وجل. حينما يصل الإنسان إلى هذه الفكرة فتداعب مخيلته وتسري في أوصاله وتستولي على قلبه وعقله، فإنه حينها يضيع كثيراً من إيمانه فضلاً عن تركيزه وعقله الحقيقي. لماذا؟ من الذي قال لك أو لي أيها الإنسان أنني وأنت أو أنا خير من غيرنا؟ المقاييس الخيرية نحن الذين أمسكناها بيدنا فصرنا نوزعها على عباد الله، بحيث نقول: فلان خير وفلان أدنى، أو أنا خير وفلان أدنى مني. هذه المقاييس جعلها الله تعالى بيده الكريمة العظيمة، فقال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وانظروا إلى التعبير الإلهي العظيم الفريد البليغ العجيب، يقول تعالى: إن أكرمكم، من قال أتقاكم؟ انظر ماذا قالت الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عند الله قدم سبحانه وتعالى قوله عند الله على أتقاكم. من جملة حكم ذلك إشارة إلى أنني قد أقول أنا وأنت: إيه أنا أتقى منه فأنا خير منه. الله يقول لك: إن أكرمكم عند الله، أنا الذي أحدد، حتى لو كنت ظاهراً أتقى منه، فالتحديد بيدي لا بيدك، والمقياس بيدي لا بيدك، وأنا الذي أعرف ما في القلب، وأنت تظهر للناس حسنى، وأما ما في قلبك فأنا الذي أعلمه، لذلك عند الله، عند الله. أقول يا أيها الأحبة: لا ينبغي أن يتسرب مثل هذا الداء والسم القاتل إلى نفس الإنسان، فأرى نفسي خيرا من عباد الله فأتعالى عليهم وأنظر إليهم نظر الاستصغاء، وأظن نفسي خيرا وأصلح وأتقى، وفقني الله لأداء صلاة الفجر في المسجد. هذا كما يقال باللهجة العامية شطارتك يعني؟ لا والله، والله ما هو إلا قول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. والله، والله الذي لا إله إلا هو.
ولو نظرت إلى جارك وصديقك وأخيك وزوجتك وابنك الذين لا يأتون معك إلى هذا المجلس، إلى الصلاة، إلى العمل الصالح، إلى المكان، تجدهم قد يكون فيهم خير وقد يكونون أناسا مقبولين، ولكن ما الذي ينزع فيهم ويحرك قلوبهم ليأتي بهم؟ ومن الذي أو لا يأتي بهم؟ ومن الذي يدفعك دفعا للإتيان إلى بيت الله؟ وما بكم من نعمة فمن الله، الفضل كله لله عز وجل. لذلك لا تنسب خيرا لنفسك أبدا. مما ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقد سمع يوما أناسا يمدحونه فقال: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون، هم يظنون بي خيرا. قال القائل رحمه الله تعالى وهو أبو العتاهية وهو شاعر عباسي في العصر العباسي كان مسرفا على نفسه ثم تاب، يقول رحمه الله: يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. الرحمة الإلهية هي التي ترفعني وترفعك، وإلا فلا قيمة لنا أبدا، ولا فضل ولا مزية ولا صلاح ولا تقوى. وقلت لك يا أيها الأخ الكريم في قصة إبليس عبرة لكل معتبر، كان متعبدا، كان مع الملائكة، وإن كان هو من الجن ولكنه كان مع الملائكة وكان يعبد الله. الله أعلم بالمدد، ذكر العلماء المؤرخون مددا طويلة في عبادته، ثم في لحظة أظهر مكنونات نفسه وهي: أنا خير منه. لا تقل مثل هذا الكلام أبدا، لا تقل مثل هذا الكلام أبدا. قدر الله أن أجد حديثا عجيبا مر معي من سنوات طويلة وأنسيته فلا أذكر عنه شيئا، اليوم أقرأ في أحد الكتب لأجد هذا الحديث يتعلق بموضوعنا الذي نتكلم عنه، وألفاظه وترتيبه عجيب جدا، لست أحفظه، سأقرأه من كتاب. أخرجه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الكبير، ورجال إسناده رجال ثقات إلا بعضهم، فالحديث حسن والله أعلم. قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قام ليلة بمكة من الليل، أي قام يتهجد فيها، فقال: اللهم هل بلغت؟ هذا غير حجة الوداع، نحن نعلم جميعا أنه قالها يوم حجة الوداع: اللهم هل بلغت. هنا الحديث والرواية بمكة، قال: اللهم هل بلغت، وهو في قيام الليل، قال 3 مرات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أواها، هكذا يصفه الراوي، والأواه وكثير ذكر الله والرجاع إلى الله كثيرا. قال: فقام عمر بن الخطاب وكان أواها فقال: اللهم نعم، وحرطت وجاهدت ونصحت. وحرطت، حرطت على الشر، يعني وحرطت على طاعة الله، بذلت جهدك. يقول عمر رضي الله عنه ليواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم، بلغت أنت يا رسول الله، وحرطت أي الناس على الخير، وجهدت أو وجهدت، يقال بالوجهين، يعني بذلت جهدك في سبيل إيصال الخير لنا جميعا، ونصحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه. ليظهرن الإيمان بمعنى سينتشر الإسلام والدين ويفشو في ديار الدنيا حتى ينعزل الكفر فيرد إلى مواطنه، أي أماكنه التي انتشر فيها من قديم، ويضيق الخناق على أهل الكفر. قال: ولتخاضن البحار بالإسلام. سبحان الله، وهذا من معجزات النبوة، فمن أدراه وهو لا يزال بمكة، يعني قبل الهجرة، وهو في حال الشدة والبلاء والأذى والاعتداء والتضييق عليه وعلى أصحابه، من أعلمه إلا ربه العظيم الكريم بهذا الذي سيحصل. ولتخاضن البحار بالإسلام، يعني سيسير المسلمون راكبين في البحار في سفنهم إلى بلاد لم يعرفوها قط عبر البحار ليصلوا إليها فيدخلوا إليها الإسلام. ولتخاضن البحار بالإسلام، وهنا سيأتي موطن الشاهد.
وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن فيه وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن يتعلمونه ويقرؤونه ويقولون قد قرأنا وعلمنا فمن ذا الذي هو خير منا. هذا موطن الشاهد. ليأتين على الناس زمان يقولون أو يتعلمون فيه القرآن ويقرؤونه ويقولون قد قرأنا وعلمنا فمن ذا الذي هو خير منا. هاي أرينا، هذا ما يحصل في زماننا بالضبط. قد قرأنا وعلمنا فمن ذا الذي هو خير منا. ليش حق يجينا مصايب؟ ما في مثلنا نحن، صح؟ ما في لازم، ما لازم تجينا مصايب. نحن صالحون أتقياء مبرؤون من الأخطاء، لا نقع في معاصي، لا يقتل بعضنا بعضا، لا يسب بعضنا بعضا، لا يؤذي بعضنا بعضا، لا يأكل بعضنا لحم أخيه حيا وميتا، لا يظلم بعضنا بعضا، لا نعتدي على بعض. لماذا يصيبنا ما أصابنا؟ ثم من يعمل الخير منا، والله تعالى طبعا حسيبه ورقيبه والعارف بشأنه والعليم بأمره، يقول قد قرأنا وعلمنا فمن ذا الذي هو خير منا. الآن هذا العصر انظر إلى حفظة القرآن. هل هذا يعني بمعنى كلامي أنني والعياذ بالله أقول لا تحفظ القرآن أيها الشاب وأيها الصغار وأيها الكبار وأيها النسوة؟ أعوذ بالله. ولكن تعلم القرآن لتعمل به قبل أن تقول حفظ. ما هي الغاية الحفظ؟ ليست الغاية الحفظ. الآن في أحيائنا كلها في مدينتنا صار هناك حفظة، والمساجد كلها صار فيها تعليم قرآن، ولكن أين العمل؟ هذا الواقع. الآن انظر على مستوى العالم الإسلامي، مو كل عام، كل شهرين ثلاثة في العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى، المدينة الفلانية احتفال بتخريج حفظة القرآن الكريم، والله بارك الله، احتفال بطلاب عمرهم 6 سنوات حفظة القرآن الكريم، رجل عمره 80 سنة حافظ القرآن الكريم، امرأة في بيتها حفظت القرآن الكريم، والله شيء جميل جميل. ولكن احذر يا حافظ القرآن ويا تالي القرآن أن تقول فمن ذا الذي هو خير منا. دير بالك حالك أن تصل إلى هذه الحالة. هذا فضل الله عليك وتوفيقه ومنته أن ساق بك إلى بيته وساق بك إلى طاعته، وليس فضلا ولا إحسانا ولا شطارة ولا قوة ولا فضلا منك أبدا. وما بكم من نعمة فمن الله، كل خير انسبه إلى الله يثيبك عليه ويبقيك فيه، وكل خير نسبته لنفسك نزعه الله تعالى منك ووكلك إلى نفسك. روح وانت صاحب الفضل، فضل كمل فضلك لشيء، ما عندي شيء. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذه الحقيقة العظمى في الدنيا، الحقيقة العظمى، كلنا كبارا صغارا، رجالا نساء، أغنياء فقراء، أقوياء ضعفاء، علماء جهلاء، كلنا أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد صاحب الفضل كله سبحانه وتعالى علينا. فلذلك يا أيها الأخو الكريم، إن كان ثم فضل وخير وإحسان وتوفيق وهداية وصلاح وحفظ وقراءة وصلاة وعمل صالح منك أو ممن حولك، قد أكون أنا متنبها لذلك، لكن أخي وصديقي وجاري أشعر أن هذا البلاء وهذا السم يندس ويتسرب إلى نفسه من حيث يدري أو لا يدري. انتبه يا أيها الأخ الكريم، انتبه يا أيها القارئ، يا أيها العالم، يا أيها الصالح، يا أيها التقي في ظاهر الأمر طبعا، انتبه أن يتسرب إليك أن تنسب الفضل لنفسك. قال فيقولون فمن ذا الذي هو خير منا، ثم قال لأصحابه، تتمة الحديث، اسمع، قال ثم قال لأصحابه فهل في أولئك من خير. الله أكبر، هدول فيهم خير؟ هكذا يسأل رسول الله أصحابه، هدول فيهم خير اللي يقولوا نحن من هو خير منا؟ لماذا؟ لأن هذه هي المصيبة، هذا هو الانتقال إلى مصاف إبليس والعياذ بالله تعالى. فهل في أولئك خير؟ قال فقالوا يا رسول الله ومن أولئك؟ من هذول؟ قال أولئك منكم وأولئك هم وقود النار.
أعود فأقول هذا مصابنا في هذا الزمان، هذا مصابنا، هذا مصابنا. نجد في ظاهر الأمر خيرا كثيرا، من أين يأتينا العطاء؟ بلاؤنا من أين؟ من هنا، من الداخل، كما قلت منذ قليل، كما قال أبو العتاهية: يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. الحكاية بدها محاسبة داخلية يا أيها الأخ الكريم. إن لم يكن هناك حساب داخلي ومراقبة خاصة بيني وبينك على أنفسنا أمام الله تعالى فليس فينا خير. ظاهر الأمر كل الناس أو جل الناس يحاولون أن يحسنوا ويلمعوا صورتهم، وأما الداخل فالله تعالى هو العليم به. لذلك الإحسان الحقيقي أن يكون داخلي جيدا وحسنا كما هو خارجي، وأن لا أنسب الفضل إلى نفسي. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا متحققين بعبوديتنا لك لا ننسب خيرا لأنفسنا بنعمتك يا رب العالمين. والحمد لله.